لو علم بايدن أن إصراره على وصف الرئيس الصيني بالديكتاتور سيحرم حدائق الحيوان في بلاده من دببة الباندا اللطيفة، لكان على الأرجح فكر مرتين قبل فعلته التي اكفهر لأجلها وجه وزير خارجيته بلينكين، مستشعراً الخسائر الوشيكة. رغم أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة استعداد حكومته للاستمرار في تزويد حدائق الحيوان الأمريكية بالدببة، ما أحيا آمال محبيها التي تكفل بايدن فيما بعد بالقضاء عليها. ولطالما كانت دببة الباندا وسيلة لرسائل توضح طبيعة العلاقات الصينية الأمريكية في كل حين، ويبدو أن أوروبا ليست أفضل حالاً في علاقاتها مع الصين التي رفضت تجديد اتفاقيات التبادل بعد انتهائها، مضطر زوار حديقة حيوان إدنبرا إلى وداع زوج من الباندا العملاقة الشهيرة اللذان يعودان إلى موطنهما الأصلي في الصين بعد مضي أكثر من عقد من الزمن عليهما في اسكتلندا. أما حديقة الحيوانات الأمريكية الوحيدة التي تضم حيوانات الباندا في أتلانتا فما زالت تلعب في الوقت الضائع، حيث ينتهي اتفاقها العام المقبل، بينما أرسلت حديقة الحيوان الوطنية في واشنطن حيوانات الباندا الثلاثة مي شيانغ وتيان تيان وشبلهما شياو تشي جي إلى الصين في نوفمبر الماضي نتيجة التوترات السائدة بين الصين والحكومات الغربية حول مجموعة من القضايا بحسب ما يرجحه مراقبون.